لا ستاسيون بعدا غتحل المشكل داك الساعه ان شاء الله ان شاء الله ديروا شي حصه مع السي هرو وما نمشيش للرجال شوفوا يعطيو شي شويه في المحل عندكم واحد الشويه ونديروا شي ضربه بين من هنايا في اطار العداله المائيه هي العداله المائيه نعم نعم احتساب الثروات ينقصوا شي شويه واحد ان شاء الله شي حاجه اللي ما تضرعوا حتى شي حاجه نقول الناس دابا كيتسناو شحال ان شاء الله باه سبحان الله ان شاء الله اللي ممكن نديرو اللي ممكن ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما تنساش معكم شي حاجه كنت انا عامل فايت وهذيك هي بدايه الخير هي اللي كنا في المباراه ديالها على المشاريع اللي هي مطالب قديم يتجدد دائما ترى في السادة النواب دائما 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 يلا ها تفضلوا والمنطقه ديال تيزيد غنيه بزاف عند الناس ديالو تبارك الله واحد الثروه كبيره في هذا الشيء ديال استغلال الماء والاقتصاد في الماء لا صح نموذجيه من ناحيه ديال وهذا المتحف اللي درتو هنا زعما في المكان ديالو كنهنيكم السيد المدير لا في الحقيقه زعما غادي يعطي واحد دفعه كبيره للمنطقه ديال تيزيد غادي يدخل في السيركوي ديال السياحه ديال ان شاء الله تجارة الدول والمشاريع وسموكم معروفه بانتاجها يعني انتاج ديال الخضار شوف السيد المثيل حوش عطاو السيد لا لا هو هادشي اللي تذكروا السيد الوزير السيد الوزير طلب ديال لا لا سي لو مينيستر دي سات كان انا غير دابا خصكم اون دوتاسيون من هنا من البراج وخصكم تاخذوا دوتاسيون الفلاحه ما كيقول لنا لا اللي مكلف وحنا ناخذوا الفلاحه حنا اللي غادي دابا راه هو الجيل باغي يديروا الشجر ديال الارقام بالارقام انا راه غادي ندير بروجي زعما هو كافي دابا هو المشروع اللي تطلق على الشجره هو هنا في تيزيد المنطقه ديال الراس هنا في هذه المحله وإلا الحمد المهم راه هذا كيلومتر واحد 600 هكتار وغتكون ديال نموذجية سقي بالتنقيط وغادي تكون لهم أرجان نو كونسونبا بزاف بزاف جوستومون جوستومون كونسوماسيون بور لو لونسمون متحملين 3000 3000 الدائرة دي هي الدولة جهزات السقوية حنا قلنا كنا في الجواب اللي كان الجواب اللي كان سيتو هو انه في هذا الاطار ديال تقنية تنمية البحر غادي ندير الدراسة حتى ديال البريمتر ديال سيتو ومستعدين وزارة الفلاحة باش نديرو جميع الدراسة ديال السقي من تحلية تنمية البحر خاصة هذا بعد ذلك المدير التحلية إلى غيستفد منها يستافد الناس اصحاب الفلاحه اللي ديجا اندستريال ولكن هنا راه جوست اكوتي ميم با دابا شوف الحجم المنظم الحجم اللي كيقدر يعطيه السد كل عام باش كيكون واخا ما يكون تحت الشتا كيكون استمراريه ديال التزويد وذا كان مثلا تزيد لهم واحد خمسه ولا جوست غير نبداو بارامتر بعدا نقولوا للناس راه الميليتار ولا دي ميليتار خصنا نشوفوا على خاطر شوف الله يجازيكم بخير سنوات هذه والناس كيطالبوا نبداو غير ب 500 ماشي سنوات عقود ها الاخوان نبداو هو في الدار ديال التيزيد والسقي في التيزيد ما نستافدوش منه صالح الشوبر صالح الشوبر ما كيدي والو 5% اللي كيدي كاع هي هذيك الحلقه هي منطقه يعني داز رمليه ومحفظه يعني المنطقه بالنسبه لهذا البروجي غادي يكون ناجح 100% دابا التحفيظ الجماعي اولا السقي انا غنمشي غير القضيه ديال كنا كاين ما في البراج ما وما يكونش على حساب شويه اخرين هذا هو غير بامبيريمتر باش غير نديرو بعدا لي التجربه بامبيريمتر وديك الوقيته على حساب السنه تبارك الله الاستهلاك ديال السقي في المنطقه انه كتجي غير الشتا مره واحده الا المنتوج تيكون بمعنى انه الا كنا عندنا مثلا تقريبا 10 المليون مثلا 10 المليون او 15 مليون لهذيك المنطقه يمكن تكفينا حتى 1000 هكتار
يعني كنعتقد انه المنطقه ما كتبغيش الماء كثيره يمكن داك الشتغل ديال هي هذيك المنطقه راه الا تكون بعدا تكون بعدا غير بدايه خير السيد الوزير غير النشاز فين كاين هو سي لوسول البراج اللي كاين في مجال ديال واحد الاقليم وما مسرش منه هذه تتقال هذه لا كتستافدوا منه لا هذا هو المشكل من 73 والبراج كاين دابا شحال هذيك 42 عام قربنا دير باراج كتحسب له شحال غيعطي كل عام ملي كدك شحال اللي غيعطي هو حجم اللي منظم اللي كيمكن له يزود به كل عام كتقسمو لا